بعد الانطلاق بركة الله تعالى فتحت البوابات وانطلقت الجياد والأفراس المنتجة محليا عمر 3 سنوات الخيل التي لم تربح في شوطنا الأول من علامة 2000 متر على بركة الله تعالى على جائزة السعادة من عبد الرحمن بن جيفان رحمه الله من أهل الرياض وأحد الرواد الذين دخلوا الرياض مع جلالة المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن طيب الله ثراه. وكما تشاهدون في هذه اللحظات التنافس على أشد التقدم لسيف في الرعد في هذه اللحظة النير يحاول من الداخل مع محاولات أيضا من بقية الجياد المشاركة في هذا الشوط فواز وشاهدوا الآن في المركز الثالث تقدم لذخر المارة في المركز الثالث في هذه اللحظة ولا زال سيف الرعد في المقدمة بكل قوة مع قيادة لعبد الله الحمد تقدم للنير في الظهور الأول بقيادة أحمد الأزهري لأبناء الأمير بدر بن عبد العزيز في بداية هذا الشوط مع محاولات التقدم التأخر تبادل المراكز في هذا الشوط بين الجياد المشاركة في شوطنا الأول من علامة 2000 متر تشاهدون الآن النير يتقدم للمركز الثاني في محاولة لخطف المركز الأول من سيف الرعد بقيادة عبد الله الحمد والمنعطف قبل الأخير يأتي في هذه اللحظات النير وسيف الرعد وسيف الرعد يتقدم للمركز الأول ويحافظ على المركز الأول المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط يأتي من الخارج ذخر المارة ويتقدم ويخطف المركز الأول بكل قوة بقيادة عبد الله سليمان العظيب مع الاقتراب من المنعطف الأخير في هذه اللحظات ذخر المارة يتقدم قدم المرشح الأقوى للفوز في هذا الشوط لسمو الأمير فيصل من خالد بن عبد العزيز الاسطبل الأحمر يتقدم في هذه اللحظة عن طريق ذخر مارا المنعطف الأخير بداية الخط المستقيم المرشح ذخر مارا يتقدم مع محاولات الآن لابن الأجواد المركز الثاني ذخر مارا المركز الأول في محاولة للحفاظ على المركز الأول والمصادقة على الترشيحات المرشح الأقوى صاحب المركز الثاني في آخر المشاركات يحقق المركز الأول بكل قوة بكل اقتدار ويصادق على الترشيحات فواز المركز الثاني المركز الثالث جاكم والمركز الرابع معاند الخيل والخامس